أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وتوجه الرئيس السيسي إلى شقيقه أمير الكويت بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا سيادته عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا. من جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.